لا ماديا ما في، احنا معنويا واحنا نشوف الى نشوف خامه زينه ويقدر هذا يؤدي ويمشي ويتماشى مع برنامجنا. بالعكس احنا راح نكون وياه حتى في مراكزهم الانتخابية. الملف الاقتصادي متغيب، يشوفون مشاكل المواطنين مشاكل البلد وهذه، ولكن الملف الاقتصادي معقد أكثر، يحتاج نوع من التثقيف ويحتاج نوع من يعني اطلاع المترشح شنو صاير في السوق بالضبط، يعني في هذا خصوصا وجهة نظر الشارع التجاري والغرفة المنزلية.